اليوم السبت 20 فبراير 2020، وقعت حادثة سيارة وصلت بالخطيرة. كان على متن واحد السيارة الداسية، واحد السيدة كانت متجهة من الناظور متجهة إلى مطار وجدة أنقاد. قبل ما توصل لمدينة زايو على بعد 7 كيلومترات، فقدت السيطرة على المقود مما أدى إلى الانقلاب السيارة ديالها. حضرت الوقاية المدنية، بنقلوا الضحية وهي جريحة صوب مستشفى الحسنة بالناظور، وفور علمها بالخبر حلت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية زايو. مزيد من الحذر، مزيد من الانتباه في هذه النقطة اللي كتكثر فيها الحوادث السير أثناء الصيف. ورغم أن هاد الأيام ديال كورونا ما زال عاد ما زال